ذكر عز وجل أن سبب اتخاذهم لهذه المعبودات هو أن تشفع لهم هذه المعبودات، كما ذكر عز وجل في أول سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ثم ختم الآية فقال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فدل على أن هذا المعتقد الذي اعتقدوه جعلهم كفارا، مع أن معتقدهم أنهم جعلوا هذه المعبودات تشفع لهم عند الله عز وجل.